إذاعة القرآن الكريم من نابلس، طوق النجاة وروح الحياة. قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكا برنامج نور ما نقدا. إذاعة القرآن الكريم تقدم ضمن سلسلة الصناعات التربوية برنامجا جديدا مع الدكتور محمد مصطفى بشارات في صناعة الأبناء. الصناعة الأمتع، الصناعة الأصعب، صناعة الأبناء. وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي، أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم، تسقي المجتمع من الحكم. قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكا برنامج نور ما نقدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي المستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم صناعة الأبناء. أهلا بكم مستمعين ومتابعين عبر صفحتنا على الفيسبوك لإذاعة القرآن الكريم، وأيضا متابعين عبر البث المباشر عبر هذا الأثير المبارك إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم. أهلا بمن انضم إلينا الآن ومن سينضم إلينا، أهلا بكم في هذا البرنامج المباشر صناعة الأبناء. وحديثنا اليوم سنتحدث فيه عن الخوف وأثره على سلوك الأبناء، كيف نتعامل مع الخوف، مع هذه الإشكالية أو هذا الشعور الخوف مع أطفالنا. شو ممكن يعمل الخوف في أولادنا؟ قديش ممكن يأثر في أولادنا؟ مخاطر الخوف على سلوك الأبناء، إيش ممكن يأثر في بناء شخصياتهم وثقتهم بأنفسهم؟ كيف ممكن نتعامل مع الخوف كحالة شعورية انفعالية عند أولادنا؟ هل الخوف مخاطر تربوية وسلوكية؟ تخويف الأولاد من الآباء وإرعابهم هل سيؤثر على بناء شخصياتهم وأثرهم؟ مخاطر الخوف وأثره على سلوك أبنائنا، هذا الذي سيكون إن شاء الله محور حلقتنا في بثها المباشر. تقبل الله طاعتكم وعدنا إليكم بعد هذا العيد المبارك، أسأل الله أن يبارك لكم بأعماركم. كما دائما أستقبل تعليقاتكم وملاحظاتكم عبر البث المباشر لصفحة إذاعة القرآن الكريم عبر الفيسبوك، وأيضا عبر بثنا المباشر على قناة اليوتيوب، وأيضا أستقبل ملاحظاتكم واتصالاتكم الهاتفية على هاتف رقم 09-233-10-10 أو جوال 0599-15-10-10. وسؤالي لكم، أثر الخوف في بناء شخصية أبنائنا، وهل تخويف الأولاد شيء صح ولا غلط؟ وهل تعامل بعض الآباء مع أولادهم إنه بدي أخوفك وهذا التخويف منيح؟ هل خوف أولادنا منا شيء إيجابي؟ هل تخويف الأم لأولادها من أبوهم شيء صح وصحيح وكويس؟ هل جعل شخصية الأب شخصية نخاف منها أو شخصية الأم شخصية نخاف منها؟ هل هذا الأمر سليم سوي صحيح؟ ماذا يؤثر الخوف في بناء شخصية أولادنا؟ أثر المخاوف على قدراتهم ثقتهم بأنفسهم، تخويف أولادنا من الحيوانات، تخويف أولادنا من النار، تخويف أولادنا من الأفاعي، تخويف أولادنا من الله، الخوف، المعاني والمضامين المرتبطة فيه، كيف نتعامل مع هذا المفهوم أو هذا الشعور مع أولادنا؟ كيف ممكن نتعامل مع الخوف؟ وهل تخويف أولادنا من الشرطة، تخويف أولادنا من القصص اللي بيمارسوها كثير من الآباء والأمهات، شو بيأثر على بناء شخصيتهم؟ هذا الذي سنناقشه في هذه الحلقة في بثنا المباشر معكم، في حديثنا معكم المفتوح والدائم في برنامجكم صناعة الأبناء. فبسم الله نبدأ وعليه نتوكل، بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا الخوف. يا جماعة الخير، أنا وأنا بعد في الحلقة بصراحة وكنت بشتغل عليها، كان كثير يخطر في بالي طريقة تعامل الآباء والأمهات مع أولادهم وتخويفهم، وقديش ممكن هذا الموضوع يأثر فيهم. وصرت أتذكر في قصة الغولة، وتعرفوا القصص القديمة، الغولة وأبو أجر مسلوخة وهالقصص اللي كان يمارسوها بعض الآباء علينا والأمهات في عمليات التخويف والردع. وتخيلوا ماذا تقول الدراسات في هذا الجانب والأثر المرتبط فيه. لذلك هذا الذي سنناقشه معا، تخويف الأولاد أثره على بناء شخصياتهم، والتخويف اللي بنمارسه اليوم مع أولادنا طرقه وأساليبه مخاطره وأضراره، أو كيف يمكن أن نعالج أبنائنا. خلينا نروح لأخونا الأستاذ سميح من قيرة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعتكم أستاذ سميح وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. خير ويتقبل الله منا ومنكم ومن صالح الأعمال إن شاء الله. جميعا إن شاء الله، ربي يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك. اتفضل اتفضل أستاذ سميح. الموضوع على طول. تفضل طبعا. طبعا. لا، في الخوف نوعين، خوف طبيعي وخوف مرضي. نعم. الخوف الطبيعي يجب الإنسان أن يخاف. أنا وأنت الكبار طبعاً، أنت شباب ما شاء الله، أنا زي العجوز. ما شاء الله عنك، أنت الشباب بالروح وليس بالعمر. يا سيدي أنت حماتك نابلسية فأنت شباب. صحيح والله، نابلسية ونص. صح، حماتك نابلسية ولا لا؟ مظبوط 100%. بدنا نوجه لها تحية طيبة، يعني بدنا نروح على الدار اليوم. الله يحفظك. يعني حقيقة هذا شيء أكيد، يعني الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان وحذرنا من أشياء كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الوقوع في المخاطر والمهالك، وأعتقد أنه هذه قائمة يعني الكل تقريبا يعني، ولا أريد أن أسترسل فيها. نعم. هذا خوف طبيعي. صحيح. طبيعي، وطبيعة الإنسان يخاف حقيقة. صحيح. لكن المصيبة الآن في الخوف المرضي هذا. نعم. الخوف المرضي هو المشكلة الذي، والله يا أخي الكريم، يعني أنا بديش أقول، يعني عندي أحفاد وغيره صدقا يعني عندهم مثل هذه الأشياء. نعم. لا يتأتى هذا الشيء إلا حقيقة سببه الأساسي هو التربية من الأم والأب. نعم. والأب، الأم والأب، لا تطلع كذا، لا تمشي، لا اصحى دير بالك، هذه الأشياء كلها بالخمو للولد. نعم. بالخمو بالضبط، يعني يجعل، ولذلك تجد إن الولد دائما في رعب مصطنع. نعم. لا يمكن على الإطلاق أن يكون رعب صحيح. صحيح. يعني إحنا درسنا طبعا، أنا أعتبر نفسي تلميذ لحضرتك. استغفر الله. في تخصص علم النفس درسنا يعني في علم النفس كثير جدا جدا من الحاجات يجب على الإنسان أن يعني ينشئ أطفاله عليها. نعم. يعني السلوكيات النفسية هذه في مثال مثلا الطفل، الأجانب كما يبدو أو كثير، حتى مش الأجانب، الناس صاروا يجعلوا الطفل ينام لوحده. نعم. في مكان، في غرفة، صحيح تكون مضاءة، ممكن تكون مظلمة حتى ينام، ويعودوا على هذا. إذا عودوا على هذا ولو بكى شيئا بسيطا خلاص خليه يبكي، يعني مش مجرد ما يبكي على طول روح ينقذوه ويشعروا أنه فعلا أنه خايف وأنه يطبطبوا عليه، لا. هذا حقيقة هذه سلبيات كثير جدا ما تجعل شخصية الطفل من الصغر. نعم. شخصية مهزوزة. صحيح. لكن لو قووا في شيء، أنا موجود جنبك وليس تبكي مثلا، ويخليك روح جيب الغرض الفلاني. والله في أطفال لا يستطيعوا أن يتحركوا في داخل البيت من غرفة لغرفة أو من طابق لطابق. صحيح. من الخوف إنه بأخذوا أولاد، بأخذوا إخوانهم معاهم. نعم. ظاهرة هذه مزعجة إلى أبعد الحدود. هذا لا يمكن على الإطلاق أن يعالج إلا من الصغر. صحيح. لما الإنسان يكبر هذا الكبير شيء ثاني. صحيح. الكبير يصبح يعني يستعب إنه يخاف، يستعب إنه يعني أنا كإنسان أنا كفيف، أنا أخاف من أماكن مثلا، ولا أريد أن يكون حولي أصوات حتى أستمع إلى كل حركة صغيرة وكبيرة. هذا أمر طبيعي. صحيح. يعني لما تكون في عندي مثلا، الآن لما مثلا لما أمشي في الشارع أقطع الشارع، لما يكون في أصوات كثيرة جدا لا أستطيع أن أقطع الشارع لأنه في سيارات، لازم أستمع تماما إن الشارع فاضي حتى أقطع الشارع. أحسنت. هذا الخوف طبيعي في الإنسان. وهذا الخوف اللي إحنا مش حديثنا عنه، إحنا خوفنا زي ما تفضلت اللي بيكون مرات يورث من الآباء بسبب سلوكهم وتعاملهم. بالضبط. ولذلك أنا بتكلم عن نفسي، بتكلم يعني عودونا يمكن من الصغر في المدرسة أن لا نخاف من هذه الأشياء. صحيح. وأن يكون هناك فعلا حقيقة بعد الاعتماد على الله، الاعتماد على النفس الإنسان في أن يتحرك يروح. الآباء لو صاروا بطريقة معينة، ومش كل الآباء تربويين، مش كل الآباء يعني على جانب. صحيح. وفي مرات الحكايات بتأثر، التي يعني يقصوها الغول والعمورة والكلام هذا المعروف، وهذا بيعمل مشاكل أخرى لسه، فتأتي بأشياء سلبية. صح. إلى بعد الحدود والناس لا تشعر فيها. أنا بدي أحييك. أحسنت بدي أحييك أستاذ سميح. لكن ممكن الإيجابيات فيها صحيح موجودة، أنه بتسلي
وانه بتخلي الانسان لكن برضو السلبيات موجوده فيها. صحيح. فيجب الحذر التام من السلبيات في هذا الموضوع. بدي احيي استاذ سمير. الشخص الذي نتحدث عنه انه مخيف وشرس، يجب علينا ان نجعل حديثنا انه هذا الشخص نستطيع ان نقضي عليه، مش نخليه دائما هو الذي يقتل، هو الذي كذا وكذا. صحيح. بهذه الطريقه ممكن ان نتوصل انه الشخص الذي يستمع الينا تقوى شخصيته ويكون عنده جرأة إلى حد ما، ويستطيع فعلا أنه يتغلب على هذه الظاهرة المرضية الموجودة عنده. أنا بدي أحييك، بدي أحييك أستاذ سميح، شكرا كثير لإلك، لأنه بصراحة أنت أثرت موضوع جدا جدا مهم يا جماعة الخير، هو الفرق بين الخوف الطبيعي والخوف المرضي. الخوف الطبيعي موجود عند كل البشر، وهذا يعني في النهاية شعور، وقلت لكم هو مشاعر الخوف موجودة عند كل الأطفال، عند كل الناس كبار وصغار. وأيضا موضوع الخوف الطبيعي هو اللي بيعلمنا نحذر، وبيعلمنا الانتباه، وبيعلمنا التنبه، وهذا أمر طبيعي يا جماعة الخير وسليم وسوي وليس فيه مشكلة. إحنا حديثنا اليوم عن الخوف اللي ممكن يتحول إلى خوف مرضي، طرق الأهل وتعاملهم مع أولادهم، القصص المدمرة في بعض الأحيان، عفوا بالكلمة 56% مما يقدم لأطفالنا عبر البرامج، الأطفال فيها 56% فيها تخويف وفيها عمليات الخوف. للأسف الشديد ما يقدم أيضا في الأفلام اللي تحضر وفي بعض البرامج، ما يقدم من هذه البرامج أكثر من 76% منها خوف، ردع، تخويف للأطفال، وبيأثر على بناء شخصياتهم وبيحولهم شخصيات وهمية بيصنعوها في خيالهم، وطبعا بتأثروا التأثر السلبي. طبعا ناهيك عن طريقة التعامل وطريقة القمع اللي بيمارسوها بعض الأهالي مع أولادهم، فبيأثر الخوف في بناء شخصياتهم بالجانب السلبي. الأمر الأهم من كل ذلك أيها الكرام، وهذا حديثي معكم، إنه ممارسات الآباء والأبناء، ممارسات الآباء مع أبنائهم، ممارسات فيها قمع، فيها تخويف، ومرات بتمارس الأم أو الأب هذا الدور من شان يحول حالة الردع في ظنه مع ابنه، فبيخليه الطفل يخاف لدرجة أنه ما يكونش عنده شخصية، ما يكونش عنده قدرة على التعامل، قدرة على التواصل، قدرة على بناء شخصيته. هذا الحديث يا جماعة الخير هو اللي خلانا نيجي نقول لماذا يحدث الخوف عند الأطفال، قديش ممكن يأثر على نفسياتهم، بناء قدراتهم وشخصياتهم، قديش الخوف ممكن يوصل الطفل أنه ما يقدر يتعامل مع المواقف المختلفة اليومية، ما يحسن التعامل معها، بل ويخسر تلك المواقف بسبب أنه غير ممكن في التعامل مع هذا الموضوع. لما بحكي المخاوف اللي بتصيب الطفل من عمر سنتين ممكن في أكثر، هذه المخاوف تأثر عليه، أصوات عالية، أصوات مرعبة، تدمير بناء شخصيته، وبيأثر أيضا على قدراته، وبيأثر على مهاراته الحياتية وكيف يواجه كل هاي التفاصيل. مشان نناقش الموضوع بعمق أكثر، إحنا معنا ضيفنا عبر الهاتف الدكتور إياد أبو بكر، استشاري الأمراض النفسية. دكتور إياد السلام عليكم، يعطيك ألف عافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا سعيد جدا وجودك معنا دكتور إياد، إن شاء الله وكل عام بخير، تقبل الله طاعتكم إن شاء الله، ومساء الخير إلى كل المستمعين. أحيان. حياكم الله دكتور. اليوم حديثنا عن موضوع الخوف عند الأطفال، هذا الشعور اللي بتولد، وإنت بتعرف تماما إنه في فرق كبير بين الخوف الطبيعي والخوف المرضي، ولكن أنا سؤالي دكتور، أثر الخوف في بناء شخصية أولادنا، وخصوصا لما بيمارسوا بعض الآباء والأمهات وبيعتبروه كوسيلة ردع للطفل، بتعرف بعض الآباء بيستخدم عمليات التخويف للابن وعمليات التخويف من خلال ردع هذا الابن، كيف يؤثر هذا التخويف وهذا السلوك في بناء شخصية أولادنا، وشو مخاطر الخوف على نمو هاي الشخصية للطفل؟ أكيد طبعا الخوف هو يعني إحدى المشاعر الأساسية اللي موجودة عندنا جميعا، اللي الله خلقها فينا، زيها زي الفرح، زيها زي السعادة، زيها زي الحزن. الخوف طبعا زي ما حكيت إنه جزء منه، أو جزء منه بيكون إيجابي، بل بيكون بالعكس، خوفنا على أبنائنا بيدفعنا على أنه نحسن تربيتهم ونهتم فيهم. نعم. أكثر. ولكن هذا الخوف إذا زاد عن حده يصبح له آثار وتبعات نفسية سلبية على الطفل، مما إذا كان يعني الأب أو الأم شديد الخوف على أبنائه بيدفعه طبعا إلى أن يتصرف تصرفات تضايق كثيرا الطفل وتجعله مقيدا، وممكن أن تؤدي إلى ظهور حتى بعض الأعراض أو الاضطرابات النفسية لدى الطفل. إذا خوفنا الزائد على الأبناء إذا كان يعني لم يحكم العقل تماما به، فممكن أن ينتج لدينا أطفال
سلبيين، أطفال يعني منزوعة الثقة بأنفسهم، يعني ضعيفية الشخصية. لذلك يجب أن ننتبه لهذا الموضوع جيدا. طيب دكتور، مرات الأميات للأسف الشديد بتعمل من الأب هو اللي بخوف، يعني بتمارس هذا الموضوع أنه تخويف الطفل في أبوه. قديش ممكن أثر في بناء في ثقة الطفل في أبوه مرات في بناء شخصيته؟ بتعرف قديش الموضوع كتير خطير لما بتمارس بعض الأميات، والله لا أقول له بخوها، ما تعرف يعني جعل الأب هو الأسف بالتعبير، هو البعبع، هو اللي لازم يخاف منه. هذا الخوف قديش ممكن أثر في بناء شخصية الطفل، وخصوصا في مقاومة المطبات الحياتية اللي بيواجهها وتعاملاته اليومية في شخصية الطفل؟ طبعا هذا إحدى يعني السلوكيات اللي بنلاحظها في تربية الأبناء في بيوتنا، اللي طبعا هي إحدى السلوكيات الخاطئة. الأب والأم هم شريكين تماما في تربية هذا الطفل. إن أنا أخلي الأب هو العصا أو هو العصا الضاربة أو هو زي ما أسلفت ذكر البعبع لدى الطفل، الأداة اللي أنا بخوف الطفل بيها هو يكون الأب. هنا أنا بستخدم الأب كأداة سلبية لتربية هذا الطفل. طبعا هذا سلوك خاطئ أولا من الأم أو الأب، يجب أن ننتبه له. طبعا هذا بيزرع، طبعا أنت الكل بيعرف أنه خاصة في السنوات الأولى في تربية الأطفال مهمة جدا، لأنه هاي عبارة عن البذرة التي يتم زراعتها في الطفل، واللي منها راح تتكون شخصية هذا الطفل، سواء إذا زرعنا صفات أو أفكار إيجابية راح يكون هذا الطفل إنسان منفتح اجتماعي، إنسان إيجابي، وإذا كانت هاي أمور سلبية راح يكون طفل سلبي. بالتالي إنه يكون الأب هو الدكتاتور في البيت أو هو الإنسان اليد الضاربة في البيت اللي بنخوف أطفالنا به، هذا راح ينزع ثقة هذا الطفل أولا من أبوه، راح يكون طفل أو شاب في المستقبل علاقته مضطربة مع والده، راح يشوه كمان صورة الأب لدى هذا الطفل، ويخرج لدينا إنسان إلى المجتمع مشوه من ناحية فكرية ومن ناحية كمان صورة الأب تبعه راح يكون صورته مشوهة أكيد. تمام. طب دكتور ياد، انت بتعرف اليوم ما يقدم عبر التلفزة وعبر البرامج وعبر كثير من البرامج، خصوصا برامج الأطفال وغيرها، الوحوش والصور المرعبة والأشكال والألوان وهذه الممارسات اللي مرات بنترك أطفالنا عليها بعمر 4 سنين و5 سنين و6 سنين، بنترك أطفالنا بلا وعي. بعض الأهالي بترك ابنه على برامج تلفزيونية قد تكون بتقدم هذه المشاهد المرعبة، المشاهد المخيفة، المشاهد ممكن تضر في بناء شخصيته. قديش بيأثر هذا الموضوع لما تكون الأم غير مهتمة ومش مكترثة في ابنها، وخصوصا في المستقبل، لأنه الدراسات بتقول إنه الأطفال اللي بنتركوا هم قد يكون لديهم حالات هلع وخوف، ممكن يتحول هذا لعقدة نفسية ويتحول ممكن لمرض نفسي. هل تتوافق مع هذا الموضوع؟ قديش هو خطير هذا الدكتور؟ هذا والله احنا بصراحة في عياداتنا يعني سواء الشق الأول اللي طرحناه اللي هو كيف إن نخاف زيادة على أبنائنا، وكيف إنه راح يكون ينتج لنا أطفال ما عندهم حتى تجربة بالحياة، لأنه أنا عندما أكون شديد الحرص والخوف على ابني راح أقيد ابني وأجعله كأنه مسجون مقيد، فبالتالي يخرج لدينا إنسان إلى المجتمع قليل الخبرة، لا يثق بنفسه، غير منفتح لأنه ما عنده تجربة، بيخاف أصلا يدخل تجارب، ننزع ثقته بنفسه. بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك، بالنسبة للأمور اللي مشاهد والأشياء على نعم على التلفزيون أو على الإنترنت، عن جد إحنا كثير بنشوف حالات بتراجعنا في عياداتنا، أطفال بيعانوا من اضطرابات التوتر والقلق، قلة النوم، التبول اللا إرادي، الالتصاق الدائم بالأم وبالأم خاصة والأب، عدم قدرتهم على الابتعاد عن جو العائلة. ولما نبحث عن الأسباب حقيقة، يعني لسه من يومين جايت لطفل بنفس الحكي اللي حكيته، لقينا إنه مشاهدتهم لبعض أفلام الرعب أحيانا أو حتى الألعاب، الأطفال الصغار الألعاب الأكشن اللي فيها قتل ودم زي ببجي، يعني عدة مرات يجينا مدمرة نعم يعانوا من اضطرابات سلوكية واضطرابات نفسية، منها القلق والتوتر بسبب هاي المشاهد الفظيعة التي لا تتناسب مع عمر هؤلاء الأطفال ولا يفهموها يا أستاذ مظبوط، فتؤدي يعني إلى أعراض نفسية
واضحة ولا اضطراب سلوكي لدى الطفل، والأب والأم أصلا يكونوا جاهلين. يعني من يومين لسه فضل. أجتني طفلة في عمر يعني 6 سنوات نعم. إلهم شهر دارين على الأطباء يبحثوا عن علاج لبنته لأنها تعاني من إيش؟ من ألم في بطنها نعم. هذا الألم بيصيرش إلا عندما بدهم يبدوها تنام في غرفتها بس. طب ليش بس إنها تترك لوحدها بدها إمها تيجي تنام جنبها بالضبط؟ هيك هيك الأعراض بتصير نعم. مش فاهمين يعني. أخذوها على عدة أطباء بيعالجوا فيها لوجع في البطن، وجع بطن. وصلت إنه الأب بيقول أنا اليوم طلعت المستشفى بدهم يعملوا لها عملية تفتيش، تخيل. وكل الموضوع عبارة عن إنه كان في مرة هيك شاهد فيلم رعب ودم وقتل على اليوتيوب حقيقي، مش فيلم يعني صور كأنه حقيقي. من بعدها البنت مرعوبة خايفة، فهذا أكيد مدمر ويؤثر على بناء شخصية الطفل وعلى مشاعره. طيب دكتور، انت اشرت نقطه كتير مهمه بعد اذنك، كمان بنحب كمان ننبه الناس من خلالك، وهي قضيه المشاهد كمان اللي بتصير مرات، مشاهد القتل او مشاهد اللي بتكون على عبر السوشيال ميديا، اللي بتعرف مرات بعض الناس بينقل الصور الحوادث، بينقل صور معينه فيها جثث، فيها حالات موت. قديش بتاثر على اولادنا لما بقول بعض الاهالي بياخذوا الموضوع بمزح وبعدم اكتراث، قديش ممكن ياثر في رعب الطفل، لانه مرات للاسف الشديد ما ينشر عبر السوشيال ميديا بيكون بلا رقابة، وبتكون الأسوأ من ذلك أن الأب لا يكون رقيب أو الأم، ممكن يورجي أولاده الأطفال وممكن أثر زي ما تفضلت عليهم. خطورة هذا الموضوع بعد إذنك، لأنه مرات كمان الأهل للأسف الشديد بيكونوا غير منتبهين على هذا الموضوع وبيخدوه بطريقة يعني مستخفين فيها للأسف. والله برضو عندنا نفس الشيء، نفس الموضوع يعني. هذا كله مؤثر جدا لأطفالنا ولمشاعرهم، خادش بمشاعرهم، ويعمل أو يحدث لهم الكثير من العقد والتوترات النفسية. طبعا أنا بعتقد أنه هذا كمان يعني له علاقة بالمسؤولية، بالمسؤولية من ناحية السوشيال ميديا والقائمين عليها نعم. القنوات التلفزي كذلك. ليش برا إحنا هاي القنوات أو هاي الإذاعات أو التلفزيونات أو القنوات التلفزيونية بيوضعوا لك إشارة أنه تحت سن مثلا 12-18-16 ممنوع مشاهدة نعم. لأنه ها وبيعرفوا جيدا أنه مدى تأثير هاي الصور على عقلية ومشاعر هذا الطفل. فطبعا إحنا من خلال برضو بنناشد القائمين على مواقع السوشيال ميديا والقنوات التلفزي أنه هذا الموضوع يجب أنه ينتبهوا له. وأنا بأكد لك وإنت أكيد مر عليك وشفت نعم. أحداث سوريا اللي كانت في بدايتها نعم. كان يجينا ناس كثير يشاهدوا كيف كانت تتم القتل وتشويه الجثث وشي من وراء هاي الصور. كانوا يقعدوا أيام وليالي لا يستطيعوا يناموا، ودائما يعانوا من توتر وقلق، حتى الأكل ما يعني داخلين في حالات من الاكتئاب والتوتر والقلق أكيد. تمام دكتور، وصلني سؤال بيسألني بيقولي مع الدكتور إياد، إيش أعراض الخوف عند الطفل؟ متى أعرف إنه ابني عنده خوف وهذا إشي بخليني أتوجه لطبيب أو أتوجه لمختص في هذا الموضوع؟ إيش الأعراض اللي من خلالها ممكن أنا أقول إنه ابني هلأ عنده خوف ولازم أنا أتوجه للمختصين لطبيب نفسي حتى أقدر أساعد ابني قبل ما أخسر هذا الطفل في هذا الموضوع؟ نعم. هلا أعراض التوتر والقلق أو الخوف لدى الأطفال، يعني هذا سؤال اللي سأله ذكي نعم. لا يختلف تماما عن أعراض التوتر والقلق لدى البالغين أو كبار السن نعم. لأنه البالغ يعبر عن مشاعره، بيقول لك والله أنا بشعر بالخوف، بشعر بالتوتر والقلق، فبيحكي معي كذا كذا، في أفكار عندي كذا كذا، بيصف لك حالته تماما. لكن الطفل لا يستطيع التعبير عما يجول في صدره أو حتى عن مشاعر الخوف التي لديه، فيعبر عن هذا الخوف سلوكيا أكثر من أنه فكريا. يعني شو سلوكيا؟ زي ما حكينا قبل شوي أنه ممكن الطفل يظهر عليه سلوك معين فجائي غريب، يعني لم يعرف هذا الطفل بهذا السلوك. مثلا أنه يرفض النوم في غرفته لوحده، دائما ملتصق في الأب والأم، دائما ممكن يذهب الى النوم بين ابوه وامه في تختهم. مع العلم هذا السلوك زي ما قلنا غريب او جديد على هذا الطفل. تبدا عليه مظاهر الانعزال، حتى الانعزال اجتماعيا ما بيلعب مضبوط مع الاطفال. تبدا لديه ظواهر العنف، ممكن يكون عنيف شديد الانفعال، بيضرب الاخرين نعم. تبدا ممكن نلاحظ عليه او الام تلاحظ ان تكون انه بلش يبول على حاله بالليل، مع العلم هذا لم يكن يحدث سابقا نعم. كذلك بيرفض احيانا اذا كان في سن المدرسه والروضه صباحا
ممكن يشكو من أعراض جسدية، يعني بيعبي والله بطني بيوجعني، مغص، حتى إنه هذا الإشي بس عشان ما يطلعش على المدرسة. نعم. مجرد راحة ساعة الدوام أو تصنع المدرسة كنا والله الطفل هذا اليوم مش حيروح على المدرسة، بيطيب بطنه. صحيح. إذن هاي السلوكيات اللي بندعو الأهل إلى الانتباه على الانتباه إلها إذا حدثت، هون لازم إنه ندور على السبب، وعادة ممكن يكون توتر أو إشي أزعج هذا الطفل. كذلك التأتأة، كديش بيجينا أطفال بيكونوا يحكوا تمام وتبدأ لديهم مشكلة التأتأة. التأتأة 85% من أسبابها يكون تعرض هذا الطفل إلى خوف أو مشهد أو إشي خوف هذا الطفل وأذى نفسيا. طيب دكتور، سؤالي الأخير، نصائحك للأهل وكيف ممكن يتعالج هذا الطفل؟ يعني إيش النصائح اللي ممكن نقدمها، نقول هاي النصائح الذهبية اللي نقدمها للأهل خصوصا في موضوع الخوف عند الأطفال، وإيش الطرق اللي ممكن يتم يعني نوجه فيها الأهل إنه يساعدوا فيها، وخصوصا متى، هذا سؤالي دائما أنا بحرص عليه، متى أخذ ابني للمختص، متى أخذ ابني للدكتور المتخصص في هذا المجال؟ هلأ أهم إشي إحنا نرجع لموضوع الحلقة من أول، إنه الخوف إحنا ما نزرع مشاعر الخوف ونعززها لدى أطفالنا بزيادة الحرص. إحنا جميعنا بنحب أطفالنا، لكن الحرص الزائد وخوفنا الزائد على أطفالنا هذا بينقل هاي الظاهرة لأطفالنا. بنزرع الخوف وقلة التجربة وقلة الثقة بالنفس في هؤلاء الأطفال، ويكونوا عرضة أكثر لمصادر التوتر والقلق والخوف. إذن لازم نربي أولادنا على الانفتاح، على الشجاعة، حتى نخليهم يخوضوا تجارب مع مراقبتنا لإلهم، وحاولوا هم يسعوا في حلها أيضا بوجودنا جانبهم ودعمنا لإلهم وتعزيز ثقتهم بنفسهم. إذا ظهرت بعض المظاهر التي سبق وأحكينا عنها، اللي هي مظاهر التوتر والقلق والخوف عند هؤلاء الأطفال اللي أحكينا عنها، أنا هنا مش لازم أسكت، لازم أتوجه للطبيب النفسي ولو لاستشارة. يعني كثير بيجونا أهالي الحمد لله، الناس متطورين فهمانين بيدرسوا مثقفين، يعني بيجي لاستشارة، ما مش هتكلفوا إشي يعني لو أجا ابنك قعدنا وشوي وشفنا شو الموضوع. نعم. أوكي، فهذا إشي كثير كويس، بالعكس إيجابي، ويعني ممكن اكتشاف الموضوع مبكرا و يكون سهل جدا علاجه، مش شرط بالأدوية، ممكن بجلسة جلستين ننهي الموضوع، وعدم تسويف انه توجه لطلب المساعدة. تمام، انا بدي اشكرك دكتور اياد ابو بكر اخصائي واستشاري الامراض النفسية، شكرا كثير لك على اطلالتك معنا في هذا البرنامج وخصوصا في حديثك عن موضوع الخوف. شكرا شكرا. يعني مستمعين الكرام، حقيقة موضوع الخوف موضوع جدا مهم نتحدث عنه عند اطفالنا، وخصوصا كما يعني اشرنا لقضية ممارسات بعض الاهل في هذا الموضوع وعدم وعيهم. الصور اللي بيشوفوها اولادنا قديش ممكن تأثر على اولادنا، قديش ممكن تأثر على تعامل اولادنا في بعض الاحيان، قديش ممكن خوفنا الزايد على اولادنا كمان مشكلة، وتخويفنا لأولادنا مشكلة أكبر، وعدم زراعة ثقة أبنائنا بأنفسهم كمان هاي المشكلة تأتي من وين يا جماعة الخير؟ تأتي من تخويفنا وإرعابنا لأولادنا، ممارساتنا عليهم اللي ممكن فيها تخويف، قصصنا المش مفلترة كما يقال، يعني قصصنا اللي بت فيها رعب لأولادنا وفيها تدمير لبناء شخصياتهم كمان هي بتأثر على أولادنا يا جماعة الخير. عدم دراستنا لسلوكياتنا إحنا كآباء وأمهات في ردات انفعالنا اتجاه أي موقف في الحياة في اليوم ممكن كمان يورث عند الطفل الخوف. الخوف يورث يا جماعة الخير من سلوك، من مشاهدة، من رؤية، من موقف، من قصة، من حدث، من حديث عن الموضوع. فالموضوع مش سهل إنك أنت تتعامل مع الموضوع بعدم اكتراث، وإنك تتواصل مع الموضوع بطريقة تكون جارحة وتكون مدمرة لطفلك من حيث لا تدري. مشاهدة طفلك لبعض المشاهد اللي فيها قتل أو فيها اعتداء جسدي أو فيها ذبح أو فيها مشاهد خوف، فيها وحوش، فيها صور معينة، وإنت مش مفلتر هذه الصور وإنت غير مكترث من خلال السوشيال ميديا أو ما يقدم في وسائل الإعلام المختلفة، وعدم
انتباهك لإلها ممكن يأثر على ابنك تأثير غير عادي. وقصص اللي تفضل فيها دكتور ياد كثيرة جدا، بل عشرات بل مئات القصص اللي ممكن تتدمر فيها شخصية ابني ويشعر في حالات الخوف الشديد اللي بتأثر على بناء شخصيته وقدرته على التعامل مع الموضوع بشكل غير عادي. هاي قضية جدا جدا مهمة لأنها بتأثر على أولادنا يا جماعة الخير، وممكن تأثر على بناء شخصياتهم. كثير من الأسباب اللي بتصير عند الطفل لها علاقة بالخوف، لكن من الأعراض اللي تفضل فيها دكتور دائما نركز دائما عليه إنه أنا بناء على هاي الأعراض لازم أنتبه إنه ابني عنده خوف. تصرف الأطفال بطريقة انفعالية مبالغ فيها، ردات فعله، تشتيته، عدم انتباهه، عدم تركيزه، اتكاله على الآخرين وتعلقه في الأم أو في الأب بشكل كبير جدا، صعود يعني بعض الحركات العصبية الانفعالية اللي ممكن تكون منه ارتعاش، ارتجاف بشكل مؤقت، مرات قدرة عدم قدرة الطفل على النوم خصوصا هروبه من نومه في غرفته أو نومه في مكان بيحب يكون ينام فيه بس بيرفض ينام فيه، ممكن مرات خلينا نقول العرق الشديد، دقات قلب كتير، سرعة التنفس عند الطفل، مرات بعض الأحيان بطني بوجعني، غثيان، هذه كمان الأعراض، صداع، راسي بوجعني كتير، الطفل مرات الآلام اللي دائما بيأثر عليها، بطني مش قادر، كل هذا ممكن نسميه هي من الأعراض اللي لازم نتنبه لها. لكن أهم الأسباب يا جماعة الخير اللي بتخلي الطفل يخاف وبتخلي إنه دائما يعني نتطلع عليها بشكل، وإحنا نحكي عن أهم الأسباب لأنه في أسباب كثيرة جدا لا يمكن حصرها في حلقة ولا تنتين ولا ثلاثة، لكن ملاحظة ردود الأفعال لدى الأطفال اتجاه المواقف المختلفة، كيف تتعامل مع الموضوع الخوف الشديد، الأفاعي، الفئران، الحيوانات، الحشرات، ردة فعله، الفوبيا اللي ممكن تكون عنده، الهلع اللي ممكن يتمثل عنده، وهذا كمان بيخلي ننتبه انه هذا من اسباب الخوف عند الطفل. مرات الطفل مروره في تجربه مؤلمه، تجربه مخيفه، تعرضه لحادث سير او تعرضه لرؤيه دهس معين او ممكن بشوف عفوا حيوان اندهس ممكن يولد له كمان خوف ويصير عنده سبب للخوف. المشاهد التلفزيونيه والمشاهد اللي ممكن تكون على عبر السوشيال ميديا للاسف الشديد، قتل ودماء وذبح وضرب واعتداء وهدم، كل هذا كمان بياثر على الطفل وخصوصا قبل ما ينام راح يدمر تدمير غير عادي ويكون الخوف عنده كمان مهلك له. أطفال لما بنشوف مرات بعض المنامات المزعجة خصوصا بعد عمر 6 سنين والسبع سنين بصير عمره مميز، طفل انعدام ثقته بنفسه، الممارسة الصراخ الشديد في اتجاه الطفل وترعيبه وإهانته والازدراء فيه والاستخفاف فيه والاعتداء عليه، قلة الاحترام للطفل لذاته، انعدام التشجيع والتحفيز من قبل الوالدين واستخدام العبارات اللي فيها تقزيم للطفل واعتداء على كيانه وقدراته، مرات للأسف الشديد كمان العيش في جو أسري مفكك، أو أم تخاف بخوف شديد أو أب يخاف خوف شديد كمان هذا سيؤثر على أبنائنا، ولا سيما ما يمارس كمان من سلطات الاحتلال في اتجاه أبنائنا، كمان هذه من الأشياء اللي ممكن تدخل الخوف على قلوب أطفالنا فتجعله الطفل يخاف وما يقدر يتعامل مع الموقف، وخصوصا لما يكون ما في قدوة في البيت وفي شجاعة ممكن تكون عند الأب أو عند الأم، فبتلاقي الطفل بروح لحالة الخوف اللي ممكن تؤثر على بناء شخصيته وثقته بنفسه. يعني الأسباب اللي ممكن دائما نطلع عليها والدواعي اللي ممكن تخلي الطفل عنده خوف كثير، المشاهد اللي بيشوفها الطفل والمواقف اللي بيتعرض لها، كل هذه الأشياء المؤلمة، الأسرة اللي بتكون فيها تفكك كما قلنا، ممكن اعتداء وضرب واضطهاد يأثر على الطفل تأثير غير عادي. هذا بيخلينا نقول يا جماعة الخير ما هي أهم النصائح اللي لازم نركز عليها، ما هي الأشياء اللي إحنا كآباء وأمهات لازم نركز عليها كثير في بناء شخصية أولادنا ونقاوم هذا الخوف السلبي، نقاوم هذا الخوف الذي قد يتحول إلى خوف مرضي مزعج. أول حاجة يا جماعة الخير إنه دائما نكون حكماء في التعامل مع هذا الموضوع، احترام مشاعر الطفل، احترام هذا، ما تتخوتش عليه، ما تتمسخرش عليه، ما تتعامل مع الموضوع بطريقة هزلية واستخفاف، كون جدي معه وقدر مشاعره واحترمها. هذا واحدة من أهم الأدوات اللي بنقول للآباء والأمهات انتبهوا مشان تبدوا تتعامل مع أولادكم صح، لازم تتعاملوا مع الموضوع بحكمة وتروي. أهم حاجة ما يكونش الأمر يعني خلينا نقول في استخفاف، ابعد ابنك عن مصدر الخوف، وهي واحدة من الأشياء اللي من دائما مركز عليها، مصدر الخوف زي كتير من الأشياء، الصور، الأفلام، الحلقات، البرامج، ابعد، اعزل المصدر اللي ممكن ولد الخوف عند طفلك. الوالدين دائما ومنأكد على هاي القصة، تقبل الخوف عند الطفل وتفهم هذا الخوف بشكل منطقي، تقديم الدعم، اللي طمأنينة الطفل، رفع المعنويات للطفل، هذه واحدة من أهم النصائح اللي دائما ننصح الآباء والأمهات في تعاملهم مع أولادهم بشكل سليم وسوي حتى ما نخسرش أولادنا يا جماعة الخير، نتعامل مع الموضوع بشكل أسلس، أسلم، أقدر، أقوى. فهذه قضية جدا جدا مهمة بتخلينا واعيين كيف نتعامل مع أولادنا بشكل
تماما وبشكل أفضل. مرات الخوف أو من النصائح دائما إنه الطفل دائما اللي بيعيش في بيئة جيدة هو قادر على مقاومة الخوف بشكل أو بآخر، لكن هذه البيئة الجيدة بدها كمان مقومات. من أهم مقومات الثقة، ثقة الآباء بأنفسهم، لكن لما بتنعدم الثقة عند أحد الوالدين أب أم أو أب، وبتكون هاي الثقة مش موجودة، وبتكون يعني للأسف الشديد وجود الخيال الواسع عند الطفل وتعزيزه من خلال القصص الخيالية من بعض الآباء بتأثر عليه. ممكن كمان الأشياء اللي مركز عليها، كثير من الآباء بيحبوا أنه يعلموا أولادهم القراءة وهذا شيء جميل وجميل جدا، لكن مرات الأب ما بينتبه على انتقاء القصص اللي ممكن يتأسس عند الطفل إثراء لغوي ومعرفي، بتوسع عنده خياله بس، لكن قد يكون أنت أسست له عنده خوف وخيال سلبي، خصوصا لما تكون روايات فيها قتل واعتداء واضطهاد وخوف ووحوش وغيرها من هاي الأشياء الخيالية. فكمان بدك تحرص على أنك لما تعلم ابنك وتعطيه ما يقرأ، يقرأ ما ينفعه وما يفيده. ما تتركوا أولادكم عبر السوشيال ميديا بلا رقابة، ممنوع تحطوا أولادكم على أي لعبة إلكترونية عنيفة وعلى رأسها وفي مقدمتها الببجي، عجبكم ولا ما عجبكم، هاي قضية الآن بت فيها نفسيا وعلميا وطبيا وفي كل دراسات العالم، بل اليوم الدول اللي بتحترم حالها بتمنع هذه اللعبة لأنها تدمر الأطفال من حيث ندري أو لا ندري، لأن المشاهد التي تقدم العنيفة وغيرها تؤثر على أطفالنا على مستوى الخوف وغيرها من المشاكل الأخرى. ما يقدم لأطفالنا اليوم عبر السوشيال ميديا من صور، ما يقدم لأطفالنا بلا فلترة من الألعاب المرعبة والمخيفة، الألعاب اللي كانت تقدم من خلال تدمير أولادنا، الحوت الأزرق ولعبة مريم وغيرها من الألعاب اللي تم حظرها اليوم الحمد لله، لكن كمان ما زالت هناك ما يقدم عبر هذه الشبكة العنكبوتية بلا رقابة قد يكون مدمر لأطفالنا، لأنه إحنا مرات بنعطي أولادنا الأداة اللي ممكن تدمرهم وهو الجهاز الإلكتروني هذا، الجوال وغيره من الأجهزة الإلكترونية اللي بنقدمها، الموبايل بتقدمه للأسف الشديد لابنك ظنا منك أنك بدك تمتعه ولا ترفه، ولكن تعطيه أداة قد تدمر شخصيته وبناء ثقته بنفسه وتؤثر عليه. من أهم حقيقة طرق مواجهة الخوف حتى نتعامل مع الموضوع بشجاعة أكثر ونقدر نتعامل مع الموضوع كآباء، ونعطي بعض التمارين أو التدريبات اللي ممكن تساعدنا كيف نتواجه الخوف ونقدر نتعامل مع الموضوع بشكل أفضل. تعلم طفلك دائما إنه يتعامل مع خوفه، ويبدأ فيه بالتدرج مواجهته وشوي شوي بخطوة خطوة حتى تقدر تتعامل معه بشكل أفضل خطوة بعد خطوة. مرات التحفيز للطفل، التحفيز الإيجابي للطفل، مرات تعرضه لهذه المخاوف بس بتدرج وبحذر شديد، المرتفعات بس بمناطق أقل، الخوف من الحشرات أو الحيوانات بس بطريقة آمنة، وشوي شوي بتدرج وبتدريب وبرقابة تستطيع أن تتعامل مع الموضوع بشكل إيجابي. بدك دائما تدرب بطفلك وتتعلم انت كمان على بعض الآليات والوسائل والطرق اللي بتخليه يتعامل مع النفس العميق والاسترخاء، تخلص من التوتر، لانه واحدة من اهم الادوات التنفس، الاسترخاء، الاستلقاء، هذه كمان بتساعده على انه تشجعه وتحفزه ويتخلص من آليات التوتر اللي ممكن يكون مبنية على شعور الخوف. الخوف حقيقة يحتاج منا ان نفهمه، نحتاج ان نعرف السبب اللي دعا اولادنا يروحوا لموضوع الخوف. هذا الخوف لما بنفهمه منيح صح. في نقطة كتير مهمة بحب أحكيها وبكل أمانة، علموا أبنائكم على حب الله عز وجل وليس الخوف من الله عز وجل، وخصوصا في المرحلة العمرية الصغيرة، مرحلة العمر 4 سنين والخمس سنين والست سنين، ازرعوا في أذهان ووعي أبنائكم حب الله عز وجل والتقرب إلى الله، ولا تزرعوا في أذهانهم الرعب والخوف. لا تقول له شجاع أقرأ، ولا تقول له عذاب قبر، ولا تقول له نار محرقة ولا زمهرين، مش هذا الطفل في إدراكه في وعيه مش الآن. هذه الأشياء التي تقول له، هذه أشياء تقول للإنسان عصالة كبار ناس أصلا يحاسب، الطفل لا يحاسب، فمن باب أولى ما تجي له بهذا الباب اللي هو باب مؤذي للأسف يمارس في بعض المؤسسات وبعض المواقع وبعض الناس بيمارسوا ظنا منهم انه بردع الطفل، ولكن قد يخوف الطفل وبيجعله في حالة صعبة جدا. ازرعوا في أذهان أبنائكم حب الله عز وجل، ازرعوا في أذهان أبنائكم التقرب إلى الله عز وجل، وابتعدوا عن كل أدوات التخويف اللي ممكن تأذي أولادنا من خلال ممارساتنا اليومية ومن خلال حديثنا وقصصنا. مارسوا القصص الإيجابية، القصص المشجعة لأطفالنا، احكوا لهم عن الشجاعة، احكوا لهم عن قصص الشجعان من الصحابة، الشجعان من رجال التاريخ اللي مروا على مدار التاريخ، خلوهم يشوفوا هاي الأشياء ويقرأوا هاي القصص. هذه واحدة من أهم الأشياء اللي بتعزز ثقتهم بأنفسهم. ابنوا أبنائكم وعزوا ثقتهم بأنفسهم، تبدو أنتوا تشجعوهم على مواجهة مخاوفهم. ولكن من الأشياء المهمة جدا واللي لازم تنتبهوا لها،
كيف تتعاملوا مع هذا الموضوع بشكل إيجابي. مهم جدا أن تكون الأسرة مجتمعة زي ما بتحكي، زي ما يحكي أخونا فادي عبد الحميد لما بسألنا بقولنا لما تكون الأسرة مجتمعة في غرفة الجلوس، وفي الطفل مرات بخاف لما يكون في البيت، بخاف لأنه مرات ممكن سمع أشياء بتخوف. لا تتحدثوا عن في أمام طفلكم عن قصص اللي علاقة في الجن وإلها علاقة في القصص هذه والسحر وغيره وغيره، مش موضوع ينحكى أمام أطفال، لأن الطفل في إدراكه قد لا يعي هذه الأشياء ويفهمها، فأنت ممكن من حيث لا تدري ترعب الطفل فتخوف الطفل من هذا الموضوع. لا تتحدث أمام الأطفال عن قضايا فيها اعتداء وفيها خوف وفيها جرائم وفيها يعني شيء مرعب للطفل، لأنه بيأثر الخوف عليه تأثير كبير جدا، ممكن بيأثر في بناء شخصيته. فهي قضية مهمة جدا جدا حتى تقدر أنت تتعامل مع الموضوع. من أهم الملاحظات في 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 وقتنا المتاح لأن يا جماعة الخير، من أهم الملاحظات لازم نركز عليه، لأنه موضوع الخوف وموضوع عميق وعميق جدا، لأنه إحنا ما بنحكي عن الخوف الطبيعي اللي بولد الحذر، ما بنحكي عن الخوف الطبيعي اللي بولد الحرص، ما بنحكي عن الخوف الطبيعي اللي بولد الاهتمام، يعني بنحكي عن الخوف الذي يمكن أن يكون سلبي ثم يتحول إلى خوف مرضي، يعني بنحكي عن الخوف اللي ممكن يعمل لك السلبية والرعب وعدم الاهتمام والهروب وعدم التعامل مع الموقف. وهذا هذا هذا الخوف اللي نحكي عنه اللي ممكن يتعرض له أطفالنا، ونخسر شخصية طفلنا من موقف إحنا ما انتبهنا عليه وما أحسننا التعامل معه بشكل أفضل أو أولى. فهذا الخوف اللي بنناقشه بشكل كبير. لكن من أهم الأشياء جدا جدا بتساعدنا دائما كآباء وأمهات إنك تمارس أنشطة تحفيزية، الأندية، التدريبات، الرياضة، تفريغ النفس للطفل، ممارسة الأنشطة التحفيزية مع ابني، وجودي أنا كأب مع ابني بيأثر تأثير يعني إيجابي وإيجابي جدا مع ابني، لأنه كمان بيساعده في بناء شخصيته، لأنه كما قلت هو موضوع الخوف موضوع بدك تكون واعي له وفاهمه جدا وفاهم كيف تتعامل معه حتى تستطيع انك تقدر توصل لابنك الرسالة، المعنى، الفكرة اللي بدك اياها، تشجيعك لابنك، ما تخليهوش دائما يتحسس من الاشياء، قلل حساسيته تجاه هذه المواقف المختلفة، أزل دائما أسباب الخوف عند الطفل، ابعد عن الأشياء اللي بتوتره وبتقلقه وبتخوفه، ولا تتحدث عنها باستخفاف أو ازدراء أو يعني استهتار. خصوصا بعض الآباء للأسف الشديد بيستهتر في مشاعر الولد وممكن يعمله آسف بالتعبير مسخرة بين أهله وأقربائه وأعمامه وأقرانه، وبيأثر على شخصيته تأثير غير عادي. بعدين بيجي بقول لك يا دكتور ابني بخاف وبيقدرش يعمل شو بواجهه شو بسويش، قد يكون من 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 إيدين الآباء والأمهات للأسف الشديد. دائما حرص الأم على مشاركة الطفل في الأنشطة المختلفة، والدراسات بتقول الأم الماراثونية هي صانعة الأبناء. ولما نقول كلمة الأم الماراثونية هي اللي بدها تأخذ أولادها على الأندية والمراكز التحفيظ، وبتأخذه على المؤسسات التعليمية والدورات والتدريب والمشاركات التفاعلية، هذه الأم الماراثونية اللي بتنطنط في أولادها في مختلف المواقع التي تستفيد الإبن في بناء مهاراته وقدراته، هي تصنع الأبناء وتستطيع أن تقاوم الخوف عند الطفل بل تجعله أكثر شجاعة. الشجاعة هي عند الطفل لما بتزرعها وبتحرص عليه بتخلي شخص قادر أن يكون شخص واثق بنفسه. من القصص اللي دائما بنحكيها في أقل من دقيقتين لما مر سيدنا عمر بن الخطاب وكان صاحب مهابة. على فكرة سيدنا عمر بن الخطاب كان لديه مهابة غير عادية. مرة من القصص الجميلة أنه التفت على الصحابة فهابوا منه، فقال لهم ما لكم؟ قال والله يا أمير المؤمنين لك مهابة. قال أعظلم؟ قالوا لا والله مش أعظلم، على عدل. فقال يعني زاد الله مهابتي في قلوبكم. سيدنا عمر رضي الله عنه في أحد المواقف لما جاء على أحد المواقع وكانوا الأطفال بيلعبوا، كل الأطفال انسحبوا المنطقة إلا طفل صغير ما انسحب من المكان، فقال له ما لك لم تفعل مثلهم، بمعنى الكلام يعني ليش ما انسحبتش مثلهم؟ قال له يا أمير المؤمنين ليست الطريق ضيقة فأوسع لك، ولم أفعل خطأ فأخاف منك. هذا الطفل الجميل اللي هو عبد الله ابن الزبير بن العوام، هذا الطفل اللي كان اليوم له موقف في التاريخ موقف عظيم، هذه الشجاعة التي تزرع في أطفالنا. قال له ليست الطريق ضيقة فأوسع لك، ولست مخطئا فأخاف منك. هذا الذي نريد أن نزرع في أبنائنا، الشجاعة، الإقدام، الإصرار، القوة والثقة بالنفس، نستطيع أن نقاوم كل المخاوف عند أطفالنا ونجعلهم قادرين على أن يكونوا مميزين. وهذه الصناعة التي نرغبها دائما لأبنائنا ولجيلنا المنشود، الجيل الذي سيفتح القدس ويحرر ويكون جوير، جيل يستحق أي نصنع مجدا لهذه الأمة. أسأل الله يحفظكم جميعا أيها الكرام، دائما الشكر موصول لكم مستمعين ومستمعات،
إذاعة القرآن الكريم. دائما الشكر موصول لكل إخوة الأخوات الذين شاركونا أيضا في تعليقاتهم عبر صفحة الفيسبوك، ودائما الشكر موصول لأخي محمود محمود في الهندسة الإذاعية وفي الإخراج الأستاذ أسامة ملحس، ولكم جميعا شكرا لكم، فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكا برنامج نور ما نقدا. كنا وإياكم مستمعين الكرام مع الدكتور محمد مصطفى بشارات في برنامج صناعة الأبناء، كي نرتقي بمستقبل أمتنا من خلال أبنائنا. صناعة الأبناء يأتيكم يومي الأحد والأربعاء على الهواء مباشرة في 5:30 عصرا، ثم يعاد